أعلن وزير خارجية ملاوي عزم بلاده فتح قنصلية في مدينة العيون جنوبي المغرب. شهدت الأشهر الأخيرة افتتاح قنصليات لأكثر من 20 دولة في مدينتي العيون والداخلة جنوبي المملكة. للمزيد تنضم إلينا من الرباط مراسلتنا فاتحة أوعلي. إذن دولة جديدة تنضم إلى الدول التي تفتح قنصلية لها في العيون. يعني يوسف حل اليوم وزير الخارجية الملوي في المغرب، والتقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ومن مقر وزارة الخارجية أعلن قرار بلاده افتتاح قنصلية عامة لها في مدينة العيون. هذا يأتي يعني تجسيدا للمواقف الداعمة للقضية المغربية وللسيادة المغربية من قبل ملاوي منذ سنوات، يعني منذ العام 2017 عندما أعلنت عن سحب اعترافها بجبهة البوليساريو، وهي يعني دخلت في مجموعة من الخطوات التي تجسد هذه المواقف، إن كان من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع المغرب في كافة المجالات، أو من خلال التأكيد في كل مناسبة على يعني الطرح المغربي لحل هذه القضية. وبانضمام ملاوي إلى هذه القائمة صرنا الآن نتحدث عن 24 دولة لها تمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية المغربية. صرنا نتحدث عن 18 دولة إفريقية فتحت قنصليات عامة لها في العيون والداخلة، أي أن ثلث الدول الإفريقية كما قال ناصر بوريطة هذا الصباح الآن تعترف ويعني تجسد مواقفها عمليا وواقعيا على الأرض من خلال افتتاح هذه الهيئات الدبلوماسية التي تؤكد من يعني بشكل عملي على مواقفها الداعمة لمغربية الصحراء ولسيادة المغرب على هذه الأقاليم، هذه الأقاليم التي شهدت يعني منذ أشهر زخم كبير من خلال يعني عدد من الدول التي سارعت إلى افتتاح قنصليات لها، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية وازنة يعني قامت بهذه الخطوة. شكرا جزيلا لمراسلتنا من الرباط فاتحة أوعلي.